حكامنا سواء على مستوى القرارات أو على مستوى التجهيزات للارتقاء بمستوى التحكيم في أيضا في الحكم الكويتي في تمثيلنا تمثيل الكويت في المحافل الدولية. كل التوفيق لحكامنا ولطاقم التحكيم في هذا اللقاء، ناصر العنزي في أخذ القرارات المميزة والصحيحة كما نتمناها بحول الله تعالى. الكرة منقولة ولكن في صافرة ورايا وتسلل من المساعد الأول محمد العنزي، محمد فرحان العنزي. كرة منقولة روجيريو إلى عبد الهادي الخميس في الجهة اليسرى، الخميس الآن يتقدم معاه ولكن مبعدة من عامر المعتوق. عامر المعتوق الظهير الأيمن إلى لصالح نادي الكويت، رمية تماس أو لضربة ركنية لروجيريو، الضربة الركنية الأولى لصالح نادي الكويت. روجيريو الآن على التنفيذ الركنية، هل يستطيع روجيريو من تقليص الفارق؟ هذا ما سوف نتابعه. الآن محاولة يورس كابي ولكن إلى خارج أرض الملعب. يورس كابي يتقدم بتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، والمطالبة بالاستعجال من نواف الخالدي حكم اللقاء الحكم ناصر العنزي المواكب لكل حدث في المستطيل الأخضر. أتمنى التوفيق كل من الفريقين. مساعد ندى في الجهة اليسرى، مبعدة من ضاري سعيد إلى الأمام إلى فهد الأنصاري. الكرة منقولة كما يعني شهدنا شوط المباراة الأول والهدفين لفراس الخطيب هداف القادسية في العام الماضي، لكن خاض تجربة احترافية مع نادي أم الصلالة القطر. الكرة منقولة فهد عوض لكن إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس لصالح القادسية. لزر الحاج بن عيسى اللاعب الجزائري، اللاعب المميز، أحسن لاعب في الجزائر في موسم 2006-2007 من أبرز المواسم وأحسن المواسم، وفال طيب على هذا اللاعب الجزائري لزر الحاج بن عيسى. الكرة منقولة بدر المطوع إلى فهد الأنصاري إلى خالد القحطاني. خالد يتقدم يسدد ولكن أيضا إلى خارج أرض الملعب. هدفين مقابل لا شيء، تجعل القادسية في مقابلة الصليبيخات في الدور النصف النهائي من هذه البطولة، وكاظمة يقابل الفائز ما بين الجهراء والشباب. الجهراء والشباب اللقاء الذي يدار بنفس التوقيت. كاظمة بعد الفوز على العربي قبل هذا اللقاء بهدفين مقابل لا شيء، السالمية والخسارة يعني بمجموع المباراتين أمام الصليبيخات، ولكنه فاز في اليوم بهدفين مقابل هدف، ولكن اللقاء الأول هدفين مقابل لا شيء للصليبيخات على حساب السالمية. الكرة منقولة محاولة إلى الأمام لكن إلى خارج أرضية الملعب، خطأ لصالح نادي الكويت. وأيضا يبدو في إصابة لفراس الخطيب. فراس الخطيب يعاني من إصابة بالسلامة لفراس الخطيب، والاطمئنان من يعقوب الطاهر وحكم اللقاء ناصر العنزي حكم اللقاء. من مهام الحكم سلامة كل لاعب الفريقين، هذا من مهام الحكم الاطمئنان وسلامة لاعبي الفريقين. أحد واجبات الحكم الاطمئنان والسلامة لكل لاعب الفريقين. كرة منقولة فهد عوض في الجهة اليسرى، الخمس دقائق مرت على شوط المباراة الثانية. روجيريو يتقدم، مهارات عالية روجيريو يتقدم الآن والتسديد ولكنها مبعدة تتخلص، مبعدة من لاعب نادي القادسية، لاعب نادي القادسية لاعب الوسط فهد الأنصاري. يعاني من إصابة فهد الأنصاري
او مساعد ندى. مساعد ندى لاعب والمدافع الذي يعاني من إصابة. لاحظ التسديدة لمساعد ندى. هنا التمرير الأجمل في هذا اللقاء وهو هدف في رأس الخطيب بعدما تلقى التمرير الجميل من بدر المطوع. رأس الخطيب هذا الهدف الأول في الدقيقة 18 من شوط المباراة الأول. هذا يعني هذه التمريرة الأخرى والهدف الجميل لفراس. الهدف الثاني لفراس. الهدف الشخصي الثاني في هذا اللقاء. هدفين مقابل لا شيء لنادي القادسية على حساب نادي الكويت. كما نتابع يعقوب الطاهر وعودة لمساعد ندى الذي يتلقى العلاج. بالسلامة لمساعد ندى ولكل لاعب الفريقين. محاولة إلى الأمام إلى وسط الملعب إلى فهد العنزي. يتقدم فهد العنزي إلى لسانا فاني. لسانا فاني ولكن في خطأ لصالح نادي الكويت. أخذت المباراة أخذت المباراة يعني طابع الندية وطابع الإثارة بعد هدف في رأس الخطيب الثاني. حسين حاكم على تنفيذ الخطأ. حسين حاكم على تنفيذ الخطأ. تسديدة ولكن تصطدم بلزهر الحاج. لزهر الحاج بن عيسى في الطرف الأيمن. سامي الصانع مع عبد العزيز المشعان ولكن رمي التماس تبقى لصالح القادسية. نادي القادسية كما نتحدث 13 بطولة لبطولة كأس سمو الأمير. كانت البداية في عام 65 وأخيرا في عام 2010 أيضا 9 بطولات لنادي الكويت في هذه البطولة الغالية على قلوبنا. الكرة منقولة في الجهة اليسرى للزهر الحاج بن عيسى الآن إلى خالد القحطاني. عرضية إلى العمق ولكن أيضا تصطدم بالمدافع إلى خارج أرضية الملعب اللي هو أيضا حسين حاكم. عبء واضح، مسؤولية كبيرة لحسين حاكم. هو يعقوب الطاهر وأنا خالد القحطاني لاعب الذي قدم قبل موسمين من نادي الساحل على التنفيذ الركنية الآن للقادسية. على التنفيذ ولكن تتخلص تبعد تبقى إلى روجيريو إلى فهد العنزي. فهد العنزي وسط الملعب. طلال العامر بدر المطوع فهد الأنصاري. خطأ على القادسية لصالح العميد لصالح الكويت. ولا يزال نادي القادسية يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. ونحن نسير في الدقيقة 10 من شوط المباراة الثاني. القادسية يتفوق بهدفين بعدما رأينا مستوى إيجابي ومميز للقادسية في الشوط الأول. كرة منقولة محاولة إلى الجهة اليسرى لكن بروح رياضية كبيرة من لزهر الحاج بن عيسى الذي يخرج الكرة إلى خارج أرض الملعب نظرا لإصابة سامي الصانع. سامي الصانع واحد من أبرز اللاعبي مركز الظهير الأيمن ولاعب منتخبنا الأولمبي من الوجوه الشابة من الوجوه المميزة في تشكيلة نادي الكويت. امتدح كثيرا المدرب الكرواتي السيد دراغان تيليتش. وكما نتابع لقاء الجهراء أمام الشباب في نفس التوقيت. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. الفائز ما بين الجهراء والشباب سوف يقابل نادي كاظمة.
في الدور نصف النهائي من هذه البطولة. رمي التماس لصالح القادسية الآن. عفوا مشاهدينا الكرام، رمي التماس لعامر المحتوك، خطأ لصالح بدر المطوع. بدر المطوع الموسم الماضي مع النصر السعودي، شهدنا بدر المطوع في العام الماضي مستوى مميز مع النصر السعودي، يعني طلبت مرارا وتكرارا إدارة نادي النصر السعودي ببدر المطوع، ولكن فضل القادسية عشقه الأول والحب الأول الملكي القدساوي. كرة منقولة، فهد الأنصاري إلى عامر المحتوك، إلى المشعان، إلى فهد الأنصاري، تمريرة خاطئة من فهد الأنصاري. حسين حاكم، تمريرة خاطئة الآن، المشعان، المشعان مع بدر المطوع، ثلاثة مقابل ثلاثة، ولكن القراءة السليمة، برافو على حسين حاكم، القراءة السليمة من أمام بدر المطوع، والدخول والبطاقة الصفراء لعبد العزيز المشعان الآن بعد الدخول الغير إيجابي لحسين حاكم. المشعان ينال البطاقة الصفراء بعد الدخول السلبي على حسين حاكم. لاحظ يستحق بطاقة صفراء، حكم القريب لكل الأحداث، لكل الأمور، لكل لاعب الفريقين. كرة منقولة وسط الملعب الآن، حسين حاكم في الجهة اليسرى إلى روجيريو، ولكن في صافرة ورايه وتسلل. طلال العامر، بدر المطوع يتقدم، بدر المطوع محاولة الأمام، ولكن أيضا الكرة إلى خارج أرض الملعب، الكرة المبعدة إلى خارج أرض الملعب. الضربة الركنية الآن، الضربة الركنية لصالح القادسية الآن. المشعان، عبد العزيز المشعان إلى بدر المطوع، إلى المشعان، يتقدم المشعان، والمتابعة ولكنها مبعدة، تتخلص، تعود لصالح نادي الكويت. إلى عبد الهادي الخميس، فهد العنزي، ولكن إلى حارس المرمى، الحارس نواف الخالدي. كرة منقولة، فهد الأنصاري إلى خالد القحطاني، نادي القادسية يحاول الحفاظ على هذه النتيجة، وأيضا نادي الكويت الذي يحاول العودة. كما نتابع إلى بدر المطوع، إلى نزر الحاج، محاولة المرور من نزر الحاج، ولكن أيضا القراءة السليمة، الكرة منقولة إلى عبد الهادي الخميس، مبعدة من ضاري سعيد بثقة كبيرة إلى عامر المحتوك، محاولة إلى الأمام. كما نتابع إلى خارج أرض الملعب، المدرب الكرواتي السيد دراغان تيليج، نادي الشباب يتقدم بهدف مقابل لا شيء على الجهرة في الشوط الثاني. الربع الأول في هذا اللقاء، نادي القادسية يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، ونحن نسير في الدقيقة 15 من شوط المباراة الثاني. فهد عوض يتقدم، فهد يتقدم، ولكن أيضا إلى خارج أرض الملعب. لاحظ المدرب السيد جوزين الردان، المدرب الكرواتي الذي يطالب عبد العزيز المشعان بفاعلية أكثر. محاولة إلى الأمام، يعقوب الطاهر إلى المشعان، إلى فهد الأنصاري، كرة منقولة،
كرة المقطوعة طلال العامر إلى خالد القحطاني، محاولة من المشعان إلى بدران، إلى بدر المطوع، والله لازمات ثابتة. أنت يعني أن تذكر بدران، هذه جملة يعني التزمت فيني كثيرا، لكن هو أبلغ بدر المطوع. خطأ لصالح نادي القادسية، المشعان، ضاري سعيد، عامر المعتوق إلى بدر المطوع، بدر يتقدم، محاولة المرور من اثنين، يا سلام على بدر. بدر المطوع صاحب مهارات عالية، ثقة بالنفس، لاحظ، لكن الرقابة من فهد عوض، المشعان، العودة إلى يعقوب الطاهر نادي الكويت، محاولة إلى الأمام إلى فهد العنزي، لم نسمع به في الشوط الثاني. لزر الحاج، لزر الحاج، ولكن أيضا تتخلص، لكن أيضا الدخول من فهد العنزي، فهد العنزي والدخول الغير إيجابي على فهد الأنصاري. لاعبين في تشكيلة منتخبنا الوطني، لاحظ الدخول، استحق بوجهة نظري المتواضعة بطاقة صفراء. لاحظ الدخول الغير السلبي، بطاقة صفراء بالفعل على فهد العنزي. هنا البطاقة الصفراء، كما نتابع فهد الأنصاري يتلقى العلاج. إذا كما نقول مشاهدينا متابعينا القادسية، وفي بطولة الدوري الممتاز سوف يلتقي أمام العربي استاد صباح السالم بهذا الملعب، بهذا الاستاد، قادسية العربي في 13 من هذا الشهر يوم الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز. الكرة منقولة، محاولة إلى الأمام، فهد العنزي، لكن إلى خارج أرضية الملعب. خطأ لصالح نادي، خطأ لصالح نادي الكويت. فهد العنزي، ناصر القحطاني، كرة منقولة، فهد عوض الآن، عرضية للعمق، محاولة، المتابعة من فهد الآن، والتسديدة القوية من فهد العنزي والمبعدة من نواف الخالدي، التسديدة من فهد العنزي مبعدة من نواف الخالدي. لاحظ الإعادة، تابعوا بالعرض البطيء لتسديدة فهد العنزي المبعدة من نواف الخالدي، الضربة ركنية لصالح نادي الكويت، محاولة تعود لناصر القحطاني، ناصر، ولكنها مبعدة من عامر المعتوق. أزال الحوار والمشاركة في وسط الملعب ما بين لاعب الفريقين، ونحن نسير في الدقيقة 20 من شوط المباراة الثاني، 20 دقيقة ولا يزال نادي القادسية يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. بهذه النتيجة القادسية يقابل الصليبخات في الدور النصف النهائي من هذه البطولة. نواف المطيري الآن، نواف المطيري، بيدك شيء شيء، نواف المطيري، نقالة نقالة نقالة، كما نتابع كما نتابع ونذكر، يعني اللقاء القادسية والعربي
سوف يكون يوم السبت الرابع عشر من هذا الشهر، ولكن بداية الجولة الثالثة والأسبوع الثالث بدأ من يوم الجمعة الثالث عشر. لاحظ فهد العنزي والتسديدة، المتابعة لعبد البطيء، نواف المطيري، التبديل الأول لصالح القادسية. نواف المطيري لاعب الوسط الارتكاز، نواف المطيري بديلا لفهد الأنصاري الذي يعاني من إصابة. فهد الأنصاري كرة منقولة في الجهة اليسرى، يعقوب الطاهر الآن، حسين حاكم في منتصف الملعب، محاولة عالية ولكن مبعدة من طلال العامر، من عامر المعتوق، خطأ لصالح نادي الكويت. كثرة الأخطاء في الشوط الثاني. لسانا فاني، لسانا فاني، لكن إلى خارج أرضية الملعب. فهد عوض رمى التماس الآن إلى روجيريو، إلى فهد عوض، لسانا فاني، حسين حاكم، محاولة إلى الأمام ولكن مقطوعة من بدر المطوع. بدر المطوع إلى فراس، فراس الخطيب إلى بدر المطوع، إلى فراس، يا سلام، عملية الوانتو ما بين بدر المطوع وفراس المشعان، المشعان إلى بدر المطوع، إلى المشعان الآن، يا الله يا الله، يا سلام على الملكي، الملكي يضرب بيد من حديد، الملكي يضرب بقوة في هذا اللقاء. يا سلام على عمليات الوانتو ما بين بدر المطوع إلى فراس إلى المشعان، المشعان يسجل هدف الثالث للقادسية. وسط فرحة لعشاق الملكي، وسط فرحة لجماهير نادي القادسية. لاحظ الإعادة، تابع تابع الحكاية، تابع القصة منذ البداية لبدر المطوع إلى فراس إلى المشعان ومن ثم إلى المشعان، يعني يسجل هدف واحد من الأهداف الجميلة لعبد العزيز المشعان. لاحظ مرارا وتكرارا، لاحظ الهدف الجميل والجميل جدا لعبد العزيز المشعان الذي يرسم البسمة على محيا وعشاق ومحبي نادي القادسية. ثلاث أهداف مقابل لا شيء للقادسية على حساب العميد. نتيجة ثقيلة بلا شك، نتيجة ثقيلة بلا شك، نتيجة كبيرة في حق العميد، ولكن أيضا يعني يسجلها النادي الملكي على حساب نادي العميد في هذه يعني المباراة. المشعان كرة منقولة، محاولة الأمام إلى الأزهر الحاج، كرة منقولة، التقدم الآن، محاولة الأزهر الحاج، يا الله 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 الله، على الإبداعية وعلى الجمال للقادسية. الملكي يضرب بقوة، القادسية يضرب بقوة للأزهر الحاج، يا سلام يا سلام على القادسية، يعني كما نقول الشبك كما يقول يشكي من أفعال بدران، وأيضا يعني متابعة من الأزهر الحاج بن عيسى. رباعية ثقيلة، رباعية سلام للقادسية على حساب العميد في هذا اللقاء. أربعة مقابل لا شيء في فعاليات مباراة الإياب لفعاليات الربع النهائي. يا سلام كما نرى ونتابع هذا اللقاء الذي يعني تجد يعني النتيجة الثقيلة، كما نتابع وكما نشهد هذا اللقاء. علي الكندري، علي الكندري
يأتي بديلا لسامي الصانع. علي الكندري يأتي بديلا، اللاعب الظهير الأيمن بديلا يغادر ويأتي اللاعب علي الكندري لاعب مهاجم. إذا كل الأمور الآن لا بديلة لي أيضا نادي العميد ونادي الكويت في أيضا يعني اللعب بكل الأوراق بكل الأسماء. فهد عوض والعصبية الواضحة على بدر المطوع، وأظن فيها بطاقة يعني صفراء على بدر المطوع. كما نتابع وفي رأس الخطيب والروح الرياضية الكبيرة لفهد عوض، بطاقة صفراء يستحقها بلا شك بدر المطوع. بعد الدخول هنا محاولة إلى الأمام المتابعة ولكن أنا تتخلص، تبقى للقادسية المشحان بدر المطوع. الآن كرة منقولة في الجهة اليسرى إلى خارج أرضية الملعب. نادي القادسية يضرب بقوة في هذا اللقاء ويعود نادي القادسية إلى يعني وتيرة ونغمة الانتصارات بعدما خسر اللقاء الأول بهدف مقابل لا شيء لنادي العميد لنادي الكويت على حساب القادسية، ولكن نادي القادسية بفضل الانتدابات الجديدة لفراس الخطيب وعودة بدر المطوع لاعب المميز اللاعب الذي يرسم يعني البسمة المشعان بدر الآن، ولكن إلى خارج أرض الملعب. كرة منقولة لصالح نادي الكويت. علي الكندري يكسب خطأ لصالح نادي الكويت إلى روجيريو. إلى خارج أرضية الملعب. عبد الله البريتشي يأتي بديل لفهد العنزي. التبديل الثالث لنادي الكويت، بذلك أن العميد يكون قد استنفذ التغييرات الثلاث. فهد عوض كرة منقولة، محاولة إلى يورس كابي، هل يقلص الفارق نادي الكويت في الربع ساعة المتبقية؟ الكرة منقولة، محاولة إلى الأمام والمطالبة وضربة جزاء، ضربة جزاء لنادي الكويت، ضربة جزاء لروجيريو في الدقيقة 30 من شوط المباراة الثاني. 4-2 للقادسية، ولكن ضربة جزاء. الآن لاحظ الإعادة، تابعوا بالعرض البطيء لضربة جزاء. نعم ضربة جزاء يعني صحيحة على طلال العامر لصالح روجيريو. لاحظ عملية الشد والدفع من الخلف، الحكم القريب لكل الأمور. ضربة جزاء لصالح النادي الكويت وبطاقة صفراء الآن لطلال العامر. البطاقة الصفراء لطلال العامر، ضربة جزاء الآن. إحسين حاكم في الدقيقة 3 من شوط المباراة الثاني. إحسين حاكم هل يقلص الفارق؟ هل يقلل من عدد الأهداف؟ 4-2. إحسين حاكم على التمرير، ضربة الجزاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الثاني. إحسين الآن أوه على العميد، وضياع ضربة الجزاء من حسين حاكم، وتصدي واستبسال من نواف الخالدي.
مباراة مثيرة، مباراة جميلة بكل يعني بكل أهدافها بكل أمورها. كرة منقولة، محاولة تبقى الآن، محاولة لنادي القادسية، ولكن الخطأ القريب، الخطأ القريب، أوه بطاقة حمراء لحسين حاكم، بطاقة حمراء لحسين حاكم، حمراء ثقيلة لحسين حاكم في ظل الظروف التي يعاني من العميد نادي الكويت الآن، وبطاقة حمراء لحسين حاكم الذي أضاع ضربة الجزاء. لاحظ الإعادة، حسين حاكم أضاع ضربة الجزاء والآن يتلقى البطاقة الحمراء بعد الدخول الغير إيجابي، الدخول السلبي والغير يعني متوقع من حسين حاكم على المشعان الذي يعني يتلقى البطاقة الحمراء ويغادر أرضية الملعب. البطاقة الحمراء، الله يظهر، لاحظ الإعادة، لاحظ ضرب متعمد بلا شك لحسين حاكم الذي يتلقى أو تلقى البطاقة الحمراء وغادر نادي الكويت بعشر لاعبين الآن في ظل هذه الأمور، وضيع ضربة الجزاء لنادي الكويت 4-0، نتيجة ثقيلة في حق أيضا في حق نادي الكويت، وبطاقة صفراء. الآن المباراة أخذت طابع العصبية والعصبية الواضحة على لاعب الفريقين كما نتابع 4-0 للقادسية على حساب نادي الكويت في ظل ظروف لا يحبذها ولا يعني يتمناها هذا السيناريو، هذا السيناريو الذي لا يحبذ عشاق ومحبي نادي الكويت. 4-0 للملكة على حساب العميد في ظل ظروف سيئة جدا للغاية لصالح نادي الكويت. يعني من الأمور اللي تجعل العميد هذه المباراة، وضياع ضربة الجزاء لحسين حاكم، بطاقة حمراء على حسين حاكم أيضا، 10 لاعبين نادي الكويت، بطاقات الصفراء كثرت في هذا اللقاء. كرة منقولة، طلال العامر، لاحظ الإعادة مرارا وتكرارا، ضاري سعيد، محاولة إلى بدر المطوع، عامر المعتوق الآن إلى بدر المطوع، محاولة إلى المشعان، المشعان يتقدم، المشعان عرضية إلى العمق، يغير تماما إلى فراس، إلى بدر المطوع، بدر الآن، يا الله على هذه التسديدة، يا الله على هذه التسديدة. أحداث في هذا اللقاء، أحداث كثيرة في هذا اللقاء، وسط يعني تفوق واضح لنادي القادسية بالرباعية، 4، نتيجة ثقيلة في حق نادي الكويت. نادي العميد من الأندية العريقة، من الأندية المميزة، من يعني بطولات، 9 بطولات في بطولة كأس سمو الأمير، و13 بطولة للملك القدساوي، يعني ب4-0. عبد الهادي الخميس في الجهة اليسرى، هل يستطيع نادي الكويت تقليل الفارق أو تكون كلمة أخرى أو تكون نتيجة أخرى قاسية لنادي القادسية؟ الكرة منقولة، محاولة الآن لنادي الكويت، ونحن نسير على مشارف الدقيقة 35، 10 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة، 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الثاني. كرة منقولة، محاولة ولكن مبعدة من خالد القحطاني، كاد أن يكون يعني الهجمة الخطيرة ليورس كابي، ولكن القراءة واليقظة الواضحة لخالد القحطاني الظهير الأيسر لنادي القادسية. إذن حتى هذه اللحظة جوزن الردان يتفوق على دراغان تيريتش الكرواتي الآخر، يعني جوزن الردان. الكرة منقولة، محاولة التقدم الآن، ولكن أيضا تبقى إلى خطأ لصالح نادي الكويت. حكم القريب لكل الأحداث لكل الأمور في هذا اللقاء، اللقاء الذي يخضع تحت عصبية واضحة، ندية واضحة ما بين الفريقين، ما بين العميد وما بين الملكي،
القادسية الكويت أبرز اللقاءات 4-0 للقادسية على حساب نادي الكويت. الكرة منقولة يعقوب الطاهر، يعقوب الطاهر الآن محاولة إلى الأمام، المتابعة إلى لسانا فاني، ولكن الخطأ لصالح نادي الكويت، الخطأ للسانا فاني. اللاعب المالي يكسب خطأ، ونحن نسير في أيضا 9 دقائق المتبقية من الوقت الأصلي لعمر اللقاء. القادسي يضرب بقوة، يرسم البسمة لمحيى على محيى ومحبي وعشاق الملكي ب4-0. أي نعم خسر اللقاء الأول في مباراة الذهاب، ولكن يضرب بقوة بعد عودة بدر المطوع وبعد عودة السليمة والعودة من جديد لفراس الخطيب من نادي أم صلال القطري. لاعب المنتخب السوري يضرب بقوة بهدفين، هدف للمشعار وهدف للزهر الحاج بن عيسى. هدف للجزائري الأزهر، هدف للمشعان روجيريو، تمريرة بجانب القائم الأيسر من البرازيلي روجيريو، يريد الزاوية اليسرى. لاحظ التسديدة كما نتابع ضربة المرمى لصالح القادسية. القادسية كرة منقولة وسط الملعب، الكرة منقولة بالجهة اليسرى ولكن في صافرة ورايه وتسلل. اذا بهذه النتيجة القادسية امام الصليبيخات في مباريات النصف النهائي من هذه البطولة الغالية، بطولة كأس سمو الامير لهذا العام. كاظمة يقابل الفائز ما بين الجهراء والشباب. الشوط الأول الشباب متقدم، الشوط الثاني متقدم الشباب بهدف على الجهراء. عبد الهادي الخميس جاء بديل الجراح العتيجي بداعي التبديل الأول الاضطراري. إذن اللقاء القادم القادسي أمام العربي في 14 من هذا الشهر يوم السبت القادم، نادي الكويت أمام الجهرة، كاظم أمام الشباب، النصر أمام السالمية. إلى الآن صدارة بطولة الدوري للجهرة ب6 نقاط مشتركة مع القادسية، 4 نقاط نادي الكويت. كما نتابع كرة منقولة محاولة خطأ لصالح نادي الكويت. صالح الشيخ الآن يأتي بديلا لعبد العزيز المشعان. صالح الشيخ التبديل الثالث، التبديل الثالث لنادي القادسية. نواف المطيري، صالح الشيخ، تبديلين بانتظار الثالث للقادسية. ونحن نسير في ال5 دقائق المتبقي من الوقت الأصلي. روجيريو هل يقلل من عدد الأهداف؟ هل يقلص من هذه النتيجة لصالح نادي الكويت؟ روجيريو، روجيريو على التنفيذ الخطأ الآن. فهد عوض، روجيريو، والتسديدة ولكن اعتلت العارضة. صالح الشيخ ونواف المطيري تبديلين للقادسية، والآن حمد العنزي. إذن صالح الشيخ أتى بديلا للمشعان، وحمد العنزي يأتي بديلا للزهر الحاج بن عيسى. ال3 تغييرات الآن بعدما رأينا استنفاذ ل3 تغييرات نادي الكويت، نادي القادسية الآن يستنفذ 3 تغييرات. نزر الحاج بن عيسى الذي سجل
الهدف الرابع اللاعب الجزائري المميز، سجل الهدف الرابع أتى الآن حمد العنزي بديلا للأزهر الحاج بن عيسى. كرة منقولة في وسط الملعب الآن إلى يعقوب الطاهر لخالد الفضلي. أسوأ نتيجة لي على المدرب دراغان تيليتش، على المدرب الكرواتي للعميد، تفوق واضح وأيضا من المدرب الكرواتي جوزن الردان مدرب القادسية على مواطنه الآخر دراغان تيليتش. 4-0. عبد الله البريتشي على تنفيذ رمة التماس إلى روجيريو إلى عبد الله البريتشي، كما نتابع لصالح نادي الكويت الآن. روجيريو لفهد عوض، كرة منقولة ماشي في الجهة اليسرى، محاولة في رأس الخطيب بدر المطوع إلى صالح الشيخ، محاولة تقدم الآن ولكن مقطوعة، تعود إلى عبد الله البريتشي في الطرف الأيمن الآن. روجيريو إلى ناصر القحطاني، المتابعة لا تزال المتابعة إلى ضربة ركنية ناصر القحطاني من نواف المطيري، الضربة الركنية لصالح نادي الكويت. عبد الله البريتشي محاولة إلى الأمام ولكن أيضا الخروج لحارس المرمى نواف الخالدي. عبد الهادي الخميس إلى فهد عوض إلى يونس كابي، كابي يتقدم والعودة إلى يعقوب الطاهر إلى عبد الله البريتشي. هل يقلص الفارق نادي الكويت في الدقيقتين الباقية للوقت الأصلي لهذا اللقاء؟ صالح الشيخ إلى حمد العنزي مع يعقوب الطاهر، حمد العنزي يتقدم حمد ولكن إلى حارس المرمى خالد الفضلي، كما نتابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بانتظار الوقت البدل الضايع المحتسب والذي سوف يحتسب من الحكم ناصر العنزي. قيادة موفقة لناصر العنزي ولطاقمه في هذا اللقاء. الكرة منقولة، هنا المتابعة ويعقوب الطاهر بعدما يعني الكرة أدت من خالد الفضلي، كرة منقولة خطأ لصالح نادي الكويت، محاولة إلى الأمام ولكن إلى حارس المرمى نواف الخالدي. بدر المطوع الآن 5 دقائق أو 3 دقائق، 3 دقائق الوقت المحتسب، الوقت البدل الضايع. حكم اللقاء سعد الفضل الحكم الرابع، الحكم ناصر العنزي، هنا التسديد والمتابعة وكاد أن يكون هدف الخامس. هنا المتابعة، صالح الشيخ محاولة تقدم الآن إلى لسانا فاني لاعب المالي إلى الطرف الأيسر لعبد الهادي الخميس مع ضاري سعيد، وفي خطأ على ضاري سعيد. 3 دقائق وقت بدل ضايع، لاحظ الخطأ كاد أن يكلف الكثير من خالد الفضلي.
خطأ لصالح نادي الكويت وروجيريو. على التنفيذ الخطأ عبد الهادي الخميس روجيريو. يصير في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضايع المحتسب من حكم اللقاء ناصر العنزي، حكم الرابع سعد الفضلي. على التنفيذ روجيريو، هل يسجل هدف الآن؟ والمبعدة من نواف الخالدي، ربما سوء حظ يعني لنادي الكويت بضياع ضربة الجزاء، يضيع لكثير من الهجمات، ولكن ليستثمر الأهداف ويستثمر الهجمات الخطرة. وكما أتابع هذه إحدى تسديدات بدر المطوع وإحدى الهجمات الخطرة لنادي القادسية الذي ترجم جميع الهجمات إلى أهداف، استغل جميع الهجمات وترجمها إلى أهداف. هدفين لفراس الخطيب، هدف للمشعان وهدف للأزهر الحاج، تسديد النواف والتسديد ولكن بجانب القائم الأيسر. دقائق المتبقية من الوقت البدل الضايع المحتسب لثلاث دقائق، حكم اللقاء قادسية أمام الصليبيخات في الدور نصف النهائي الرابع والعشرين من هذا الشهر، وكاظمة الذي سوف يقابل الفائز ما بين الجهرة والشباب. الجهرة والشباب يعني يدار اللقاء بنفس التوقيت. هنا يعلن الحكم ناصر العنزي مشاهدينا متابعينا نهاية الشوط الثاني، والمباراة بفوز نادي القادسية بنتيجة عريضة وثقيلة على نادي الكويت في إياب يعني بطولة كأس سمو الأمير الدور ربع النهائي من هذه البطولة. سعدت كثيرا بلقائكم مشاهدينا الكرام، إلى الملتقى في لقاءات قادمة. كان معكم إبراهيم الأشال من القناة الثالثة الرياضية. أترك الآن الكلمة لزميلي محمد بوغريس وللزملاء الأعزاء في الاستوديو. محمد بوغريس بو يوسف، تفضل الكلمة إليك.